ونتعرف على هاي البنوتة الحلوة. مساء الخير. مساء النور. اسم حضرتك؟ هاجر. هاجر يعني موديل هاجر. زين، عرفينا عن نفسك شوية. والله أنا بصراحة يعني مواهبي أكثر شيء أسويه إنه أنا موديل. زين. هاي أول شيء. ودائما يعني هنا نيجي نتواجد بصراحة إنه إحنا هنا مثلنا، فدائما هذا المكان المفضل هنا أجي بصراحة. شنو مثلته هنا؟ مثلنا مسلسل اللي هو أنا مسيت وهيبة. حد الآن يعني ناس تعرفنا هنا من نجيب صراحة، بس طالفت إنه هزنا شفنا تصويرات وصادفنا وحضرتك. يا روحي حبيبتي كل التوفيق. حياتي شكرا. بعد شنو مشاركة غير عالم مسيت وهيبة؟ والله شاركنا إعلانات هواي. تعرفين مني يجي رمضان صار مواسم وهاي الأمور، بس يعني شغلات صارت لي هواي ما خلتني يعني أكمل، فإنه لحقت على آخر شيء اليوم مسلسل، بس إن شاء الله الأيام تجي نشوفين شيء أفضل. زين، شنو مشهد سويتي بالمسلسل؟ مشهد مع عيد ميلاد وهيك شيء. زين. ايوه يعني وقفنا وهيك شيء ودوت خربت. زين. يعني عندك امكانيات ثانيه؟ يعني قصدي بالمشاهد. شوفي انا كبدايه لي هواي مشاهد، يعني هو كل اسمه ممثل. يعني هواي ينطوش مشاهد بصراحه، بس اكو ناس يعني تطبق بشيء محترف. واكو لا بصراحه عندنا المقطع اكثر من مره احنا. زين. اي. وبعد شنو تحبين؟ على التمثيل والموديلينج. قلت لك انا كبدايه لي يعني هاي اول مره. عرفتي؟ اي. فحاليا شلون اقول لك اياها يعني على المواسم اللي تجي باذن الله نقدم شغلات افضل باذن الله. حبيبتي الله يسلمك. زين، حابين نوجه لك سؤال. تفضلي. بس سؤال له علاقه بالشباب، احنا هاي فكره برنامجنا انه نتشاغب وياكم، البنات نسالهم اسئله شبابيه والشباب اسئله بناتيه. اوكي تفضلي. زين، سؤالنا يقول كم مره صعدت المغرب كاس العالم؟ اني بلاني بنيه ما يعني بالالعاب ما اعرف يعني هسه اغلب الاسئله بالالعاب بنات ما يعرفون، ترى هاي السؤال للشباب مو للبنات. ما هو هاي فكره برنامجنا نتشاغب وياكم. بالالعاب ما اعرف الصراحه، اني هسه اول مره بحياتي يمكن دار اروح اللعبه مال البصره. زين، يا لعبه حتشوفين هي مال العراق. العراق راح تجي هاي يعني بما انه هي قاعد تتابع طابه. انا محبه يعني هذا الشيء بس ما عندي خبره قويه. زين، هسه انت تورطتي ويانا، لازم تسوي لنا فعاليه اغنيه. ولو كانت انفاسك سامه ساتنفسها وموت مبتسمه. عديها. ولو كانت انفاسك سامه ساتنفسها وموت مبتسمه. طبعا هاي للخاين عندي. تقول لي لي اسم احمد. شلون درتي؟ لان كل خاين اسم احمد. لا يعني انت طالعه من فراغ على احمد. سؤال، ترى انت يعني انا كنت شاكه بس انت اعطيتيني تاكيد هسه. ما اعرف، هو كل خاين يسموه احمد. لا مستحيل. بدلي. اوكي لازم تبدل، ما يتعدلي تبدل. بدل لاعب. حبيبي فرحنا بشوفتك. حبيبتك يا عمري. شكرا قلبي. الله يسعدك يا روحي. شكرا جزيلا.